التقت قبل قليل بالدار البيضاء أشغال المؤتمر الوطني الثالث لحزب النهج الديمقراطي والتي ستستمر على مدى 3 أيام. سيتطرق المؤتمرون خلالها للأوضاع الوطنية والدولية الراهنة وكذلك القضايا التنظيمية. الرمورتاج عبد القادر الزروالي والحسين وفقي. التقرير السياسي للأمين العام استحضر خصوصيات السياق العام الذي ينعقد فيه المؤتمر الوطني الثالث للنهج الديمقراطي، حيث تطرق إلى أهم سمات الوضع الدولي والوضع في العالم العربي مع الوقوف على القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تستأثر بانشغالات الحزب على المستوى الوطني. أهمية الشيء من أول أنه مؤتمر بمعنى أنه محطة تنظيمية وسياسية يتم فيها تطوير سياسي، يتم فيها فكرة قيادة جديدة، ولكن أيضا هي محطة تأتي طبعا خاصة لأنها تأتي في ظرفية متميزة باسم الهيكلية الرأسمالية. مجموعة من المواضيع تمت برمجتها في سياق اشتغال المؤتمر وترتبط في جانب منها بالوضع الراهن والبرنامج النضالي للظرفية الحالية وأوراق حول الأمازيغية والفلاحة والهجرة والقضايا الاجتماعية والجهوية. الأوراق اللي عندنا أولا احنا بالمرة قلنا بأن السياق الدولي اللي فيه هذه الأسماء ديال الرأسمالية احنا ولا بد هذه مناسبة بالنسبة لنا، وكذلك على ضوء ما يجري في العالم العربي نزيدو ندقو الوثيقة ديال الإطار المرجعي ديالنا اللي كانت عندنا منذ مدة ولكن خصنا ندقوها ونطوروها، وهذا ما حصل بالبيع. طبعا أوراق أخرى ديال القانون الداخلي والقانون الأساسي اللي غادي تناقش، عندنا لجنة أخرى اللي غادي تهتم بالقضايا ديال الإشكالات ديال الوضع الراهن، التحليل السياسي للوضع الراهن. وارتباطا بالنشاط الحزبي تشتغل فعالية المؤتمر على أرضية توجيهية حول التوسع من أجل النهوض بالنهج الديمقراطي وكذا التعديلات المقترحة على القانونين الأساسي والداخلي. ضيوف من مختلف المشارب ومن بعض الدول الصديقة والشقيقة حضروا أشغال هذا المؤتمر وأدلوا لبعثة الأولى بابتسامتهم التي سجل عبد القادر الزروالي والحسين وفقي. بالنسبة لنا حزب النهج الديمقراطي هو حزب شقيق، ونحن نحيي حزب النهج الديمقراطي ونتمنى له النجاح، ونعتقد وكليا بأن برنامج حزب النهج الديمقراطي برنامجه يتطابق كليا مع برنامجنا. أنا بصفتي حزب العماشي والتونسي جيت لأعبر عن مستندتي لأصدقائنا في النهج الديمقراطي، وبصفتي امرأة طبعا يعنيني نضال هذا الحزب لأنه ذو توجه تقدمي يساند المرأة في نضالها من أجل التحرر من أجل المساواة. نجحت باسم حزب العمال من تونس لأحضر هذا المؤتمر، نحن تربطنا روابط قديمة وروابط متينة بحزب النهج الديمقراطي الذي خاض معارك كثيرة لإفادة العمال والكادحين هنا من المغرب. جئنا لندعم هذا الحزب ولندعم الحركة الثورية والديمقراطية والتقدمية في المغرب، وكلنا أمل في أن يتوفق هذا المؤتمر في تقديم الحلول السليمة لقضايا المغرب، لقضايا العمال والكادحين في المغرب، ويساهم هذا المؤتمر في دعم الروابط بيننا. نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين موقعنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية في إطار الثورة الفلسطينية، نلتقي في كثير من المواقع الفكرية والنضالية مع رفاقنا بالناش، نأتي لكي ننقل لهم تحيات القيادة المركزية وتهاني شعبنا الفلسطيني لهذه المنظمة التي ناضلت وما زالت تناضل في صفوف العمال والفلاحين والمثقفين من أجل تعزيز الديمقراطية في هذا البلد المعطاء والقائد الكريم.